التي يعلمنا إياها جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، ويعلمنا إياها ولي عهده الأمين سمو الأمير سلمان بن حمد، يعلمنا إياها لكي تكون البحرين بلد الرحمة وبلد المحبة وبلد الإخاء وبلد التعاون والوفاء. نعم أيها الأحباب، هكذا علمونا وهكذا ربونا، وهكذا نجتمع بإخواننا من الجالية الهندية فنفرح بلقائهم إخوانا وأحبابا وأعزاء في هذا المحفل المبارك الذي نذكر فيه سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحضور ضيف كبير عظيم مبارك، إنه مولانا حضرة المفتي شيخنا الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه، الذي نور البحرين بزيارته. فطبت أهلا ومرحبا وسهلا شيخنا الجليل، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في جهودك.